مجموعة من الأعمال الفنية المبهرة الحقيقي نفذها طلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالمنيا ضمن مشروعات التخرج. لفتت طبعا هذه الأعمال الانتباه ليها بشكل كبير من شدة دقتها وجمالها. طبعا مشروعات التخرج اشتملت على مجسمات وتصميمات نحت بارزة وبتستهدف طبعا تجسيد الأساطير التاريخية من الفن. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور جمال صدقي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا. يا دكتور صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. دكتور لما نيجي نتكلم عن تفاصيل مشروعات التخرج اللي بيقدمها طلاب الفنون الجميلة بجامعة المنيا وهو ده يعني بنقدر نقول أقصى ما بيقدروا يقدموه ونتاج الأربع سنين اللي بيشتغلوا عليها. تمام. حضرتك تكلمنا عن تفاصيل المشروعات. الحقيقه الطلاب عندنا في كليه الفنون الجميله في قسم النحت في المنيا في الحقيقه هم بيتميزوا كل سنه ان هم بيبهرونا بالاعمال بتاعتهم، بيطلعوا مشاريع تخرج بتبقى قويه بصراحه وهم بيبقى في تنافس بينهم وبين الطلاب. تمام يا دكتور. اتفضل يا فندم سامعين حضرتك. السنه دي احنا عملنا حاجه جديده مع الطلاب ان شاء الله ان هم عملوا الموضوعات يعني ذات مضمون ذات موضوع. يعني كل سنه كنا بنسيب لهم الموضوع مفتوح ان هو الطالب بيختار موضوع معين وبيعبر عنه. بنسيب الموضوع حر. يعني السنه دي بقى احنا كنا بنعود الطالب ان هو ازاي يعني اخترتوا انتوا الموضوعات. اخترنا الموضوع احنا قلنا له على اساس ان هو يبقى للفن وظيفه، ان لو الطالب بعد ما يتخرج ويروح سوق العمل هيطلب منه مثلا هيقول له احنا عايز حاجه تعبر عن كذا، فاحنا اخترنا الموضوع وحددناه بحيث يبقى روح التنافس بين الطلاب ان ازاي كل طالب هيتناول موضوع واحد بس يدينا من اكثر من عمل. قدموا فعلا الاشكال بتاعتهم وعملوا نتيجه هايله، نتيجه خمس سنين الطالب اتعلمها هي بدايته كفنان. النهارده اول ما الطالب بيسلم مشروع التخرج بتاعته دي يعتبر ده كارت تعريفه كبدايه فنان للمجتمع. بيبدا الطالب بيمارس حياته بقى بعد كده، هو بيعمل فتره المشروع بتاعته 35 يوم من بدايتها لنهايتها، من اول ما بيبدا في المشروع من مجرد ان يحدد الافكار والسكتشات المطلوبه بحيث لحد ما يسلم المشروع بتاعه ويتم التقييم بتاعه ومناقشه المشاريع التخرج بتاعته. فكره وجود ثيم او رابط ما بين المشاريع كلها ده بيخلي الشباب بيشتغلوا على يعني نقدر نقول ليفلز او يعني مستويات مختلفه يا دكتور، ولا وجود فكره واحده وكل واحد بينفذها بطريقته بيطلع شكل مختلف من الابداع وبيطلع شكل بيستفز كده مشاعرهم الابداعيه ونشوف كل واحد بيفكر ازاي؟ هو دايما حضرتك الفن بيحتوي على ثلاث عناصر اللي هو الموضوع والخامة والتعبير. دايما ان لما بيطلب احنا بنعد خريج يكون قادر على ان هو يقدر ينفذ اي عمل يطلب منه سواء كان نحت بارد او نحت ميداني. الموضوع اللي هو موضوع اللي احنا طرحناه اللي هو موضوع الاساطير. التعبير هو قدرة الطالب على ان ازاي يوصل للجمهور ان هو عارف يوصل فعلا ان هو يحكي عن الاسطورة التاريخية او الاسطورة الحقيقية اللي هو بيتناولها. الخامة اللي هو خامة تنفيذ العمل اللي موجود بحيث يبرز دور الوظيفة. فانا دلوقتي لما احدد الموضوع للطلبة كل طالب هو موضوع واحد بس هلاقي عندي عدد افكار متعدده كل واحد بيتناولها من طريقته، ما تلاقيش واحد شبه الثاني، كل واحد بيتناول موضوع واحد بس بيعرض كل حاجه من العناصر اللي تناولها في العمل بتاعه بصوره فنيه من ابتكاره هو بيكون هو كرييتيف في اللحظه دي بيطلع خلق صور ابداعيه جميله ويقدمها، ودي بتبقى روح التنافس. لان ممكن انا اخد موضوع مثلا موضوع صعب زي مثلا ايه زي الاساطير او واحد تاني ياخد موضوع عن الرياضه، فتناول عنصر الرياضه غير ما تناول عنصر اساطير. فانا ازاي بقى ان انا اعمل روح التنافس ان انا اخد موضوع واحد هيبقى مستوى الطلبه كله
بياخدوا نفس هذا الموضوع، فبتبان بقى قدراتهم الإبداعية واحد غير الثاني. ممكن طالب ياخد موضوع مثلا يبقى أقل في 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 الفكر بتاعه، فممكن ياخد مفردات تشكيلية فعبر له عن الموضوع بتاعه. الثاني المتفوق الكرييتيف ممكن صحيح. يتظلم. فموضوع ان يبقى عمل الموضوع محدد بالنسبه للطالب، ده بيدي روح تنافس للطلبه وبيديني افكار متعدده ويعود الطالب ان ازاي يعمل عمل ذات موضوع. طيب دكتور، احنا شايفين في المجسمات دي يعني دقة عالية جدا وحاجة جميلة جدا وفي قدر عالي من الإبداع، هل هناك أي اتجاه مثلا في التواصل مع التنفيذيين في الأحياء في المحافظات لتجميل الشوارع والميادين من خلال وضع هذه المجسمات؟ وحتى من الممكن أن يكتب لوحة صغيرة كده بأسماء الطلاب اللي شاركوا في صنع هذه المجسمات تقديرا طبعا لدورهم. والله في الحقيقة احنا في الفترة دي احنا بننعم في ظل فترة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فعلا بيهتم بالحياة الكريمة وبيهتم بالتطوير في كل شتى مجالات الحياة كلها، واحنا من ضمن الناس اللي علينا عبء اكبر في ان احنا علينا خطة التجميل سواء كان في المحافظة او في الكلية. معالي الوزير الاستاذ الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعه هو يعني هو بدا بالفعل احياء شباب الجامعه والمحافظه بمراكزها وميادينها، وبالفعل هو داعم جدا للكليه عندنا، وكان توجيهه لينا في مجلس الجامعه الماضي ان احنا الاستفاده من مشروعات التخرج بتاعه الطلاب ان احنا نستفيد بها في تزيين الابنيه والميادين بالتعاون مع المحافظه المنيا. وبالفعل كليه الفنون الجميله كان ليها كتير جدا سبق في تنفيذ الميادين في محافظه المنيا وبمراكزها، وسواء كان داخل الجامعه، لان كليه فنون جميله هي المنوطه برفع صحيح ال 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 بيسمى ايه برفق الخدمه المجتمعيه. احنا لينا دور في الخدمه المجتمعيه، ان احنا بنرفع من اللمسه الجماليه والحضاريه اللي موجوده في البلد ومن حظ المحافظه لتحقيق افضل صوره بصريه وجماليه في الشوارع. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور جمال صدقي عميد كليه الفنون الجميله بجامعه المنيا.